بصوت، خرجوا بقوة باش يعطوا لهم درس لهاد الناس. كاين كاين منذ أسبوع، كاين منذ أسبوع بعض الناس والمترشحين اللي راهم يهدونا، اللي راهم يهدوا استقرار الجزائر، واللي راهم يقولوا لنا لو كان ما تصوتوش علينا يسمى كان هناك تزوير. نحن نقول لهم ما يكونش التزوير، وبرب ان شاء الله الشعب راح يصوت بقوة على الرئيس عبد العزيز بوتريقه. ماشي احنا ماشي تاع التزوير، وماناش محتاجين التزوير باش يجوز يساعد عزيز بوتريقه. بالكم يخوفوكم، بالكم يسكتوكم. هاد الناس راهي فئة قليلة وقليلة جدا ساكنة في الجزائر العاصمة، وهادو بعض الناس اللي ساكنين في الجزائر العاصمة اللي سميتو بالرمية الميكروكوزم الجيروا، حبوا يفرضوا علينا الحل تاعهم. نقول لهم أيها الإخوان الأخوات، الناس هادو تخرج شوية داخل البلاد، لازم يجيو يشوفوا تيسم سيد يتنفسوا هواء المنشريس، يمشيو يشوفوا الجزائر العميقة، ويشوفوا حقيقة الجزائر العميقة كيفاش راهي متمسكة بالرئيس عبد العزيز بوتريقة. عهد الرابعة وخمسة في عين النادية، هكذا نقول لكم. ولا أيها الإخوة، كاين بعض الناس اللي راهم يجيو يشوشوا في بعض الأحيان المهرجانات اللي نديرها أنا وزميلي وصديقي وصاحبي سي عمر غول. إخواني أخواتي، والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم، عمر غول ما فاتوا 10 أشخاص في قاعة. يجي يشوشوا، لأن أيها الإخوة الشعب الجزائري ما راهش ماشي معاهم، ما يقدروش يجندوا كيما رانا نجندوا حنا. هاد الناس نقولوا لهم وعلا ما تديروش كيما حنا، تروحوا لتيسم سيد تكري القاعة وتجيبوا الناس وتخاطبوهم وتكلموا معاهم، لأن الشعب ما يمشيش معاهم. الشعب الجزائري ما يمشيش معاهم، الشعب الجزائري يرفضهم. وهاد الناس نقولوا لهم اليوم من تيسم سيد، والله العظيم يجمع واحد ما يسكتنا، والله العظيم يجمع واحد ما يخوفنا، لأننا في طريق الصواب، رانا في طريق الصواب، رانا في الديمقراطية. شفنا شي رسائل في مصر، شفنا شي رسائل في ليبيا، وشفنا السنوات اللي عشناها تاع الدم في الجزائر. إذا اليوم من ولاية تيسم سيد حنا اللي نقولوا لهاد الناس بركات، بركات علينا، بركات بالدم، بركات بالهم، بركات بالعنف، بركات بالتهديد، بركات من كل هادشي اللي راكم ديروا التهديدات ضد الجزائر. الشعب الجزائري حاب يعيش في السلم، الشعب الجزائري حاب يعيش في الأمن، الشعب الجزائري حاب يعيش في مصالحة وطنية. نقول لكم بكلمة واحدة أيها الإخوة الأخوات، الشعب الجزائري يحب بوتريقة. هذه هي الحقيقة. وهذه الحقيقة وهذه الحقيقة بدأت توجع بعض الناس تاع المعارضة وبعض المرشحين. أيها الإخوة الأخوات، حتى ولو الشعب الجزائري يحب حقيقة البوتريقة، لازم يوم 17 أبريل نخرجوا كلنا بقوة باش نصوتوا على هذا الرئيس المجاهد، باش نبرهنوا للعالم كله بأن الشعب الجزائري ملتف وراء الرئيس عبد العزيز بوتريقة. إذا أيها الإخوة، أيها الإخوة والأخوات، يوم 17 أبريل لازم تخرجوا بكل عائلة تاعكم باش تصوتوا بقوة. لازم هاد الناس أعداء الجزائر، هاد الناس اللي ما يحبوناش، لازم نعطوا لهم درس في الديمقراطية يوم 17 أبريل، ولازم يشوف الشعب الجزائري يصوت بقوة. لأن إخواني أخواتي، لما تصوتوا بقوة على الرئيس عبد العزيز بوتريقة، المصداقية تاعو والشرعية تاعو تكون أكثر يوم 18 أبريل بحول الله.